الأم والحبيبة والزوجة والصديقة والأخت وتاج الرأس، هي نصف المجتمع. الله يحفظهم يا رب ويخليهم دائما إن شاء الله إلى جانبنا. المرأة طبعا هي الأم وهي الزوجة وهي البنت، فتستاهل مو يوم يعني صراحة من السنة، تستاهل يمكن السنة كلها. فأتمنى إن شاء الله أن يكون يوم سعيد على الأمهات ويوم سعيد على الزوجات وعلى البنات. دائما كنت يعني مع المرأة بكل حتى انكساراتها ونجاحاتها وقوتها، وأنا أؤمن كتير بأنه الست عندها قوة كامنة، يعني لسه ما اكتشفت منها، أغلب الستات ما اكتشفوا حتى جزء بسيط منها. الست كائن كتير كتير محترم، كتير عظيم، كتير داعم للحياة وللسعادة وللطمأنينة والحنان. كل سنة وأنتوا سالمين. وبمعايدة للمرأة تم افتتاح الحلقة المباشرة التامنة من سعودي آيدل، والكل حرص أنه يوجه أجمل الكلمات لنساء العالم. كل عام كل امرأة مثابرة مجتهدة محبة معطاءة مخلصة خير. ونقدر نقول إن الليلة دي هي من أهم حلقات البرنامج، فالسيمي فاينل بيحدد مين هم المشتركين التلاتة اللي هيتنافسوا على اللقب. فيا ترى كانت توقعات لجنة التحكيم إزاي قبل صدور النتيجة؟ الرأي الأول والأخير الجمهور الحبيب، هو اللي يحكم، هو اللي يقرر، هو اللي يصوت. وقاعد تشوف يمكن في أشياء مخالفة لتوقعاتنا إحنا كلجنة، يعني أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، هاي بداية على الطريق الصحيح. اليوم الحلقة قبل الأخيرة، ساعة الصفر اقتربت، وش حب تقول للمشتركين اليوم؟ والله شوف، الأعصاب مشدودة وتصير أكثر دراما على قولهم عند اللحظات الأخيرة في الاختيار بين يطلع من يقعد، ولكن الكل ما شاء الله أثبت وجوده. إحنا وصلنا اليوم مرحلة اللي خلاص ما عاد فيها تعليق إنك أنت إنسان صوتك حلو أو لا، ما شاء الله كلهم طيبين. بدي لهم شدوا عزمكم للمشتركين، وإن شاء الله هيك بإذن الله بعد البرنامج تحققوا وتبتدوا تحطوا رجلكم على الطريق الصحيح، الكفاح الصحيح من البداية. نعد كمان من البداية بعد البرنامج من الصفر، ويلا نعلى. فغادر في الليلة دي فهد الجمهور، وكل ما نسنس كانت من الأغاني الأخيرة اللي سمعها الجمهور من خلال البرنامج. أنت نجم حقيقي، واليوم كانت أغنيتك دليل وحديث يختصر شخصيتك. شكرا لك، ما قصرت، وجودك كان مختلف. وبكده بيكون تأهل للحلقة الأخيرة همس فكري، عبد العزيز مانع، وماجد العويد، واللي أقدم في الليلة دي ممنونك أنا بالطريقة المميزة دي. ماجد، يعني إيش الشيء اللي وصلك هالمرحلة؟ يمكن عشان اختياراتي كانت صح، زي ما قالت الأستاذ أحلام، كانت اختيارات يعني عارف متى أفرح عارف متى أحزن. وزي ما أداء أسعد لجنة التحكيم في الليلة دي، كمان أداء عبد العزيز لأغنية الرسائل كان بمستوى عالي. الحمد لله، اللهم لك الحمد. خطوة وصلناها للنهائي، وباقي اللقب، وأنا أقول أخذت اللقب من لحظة دخولي لسعودي آيدل. وصراحة يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله. صراحة معلش، ممكن يبعد هذا الشخص واحد من الجماهير يا أخي، ثاني واحد من الجماهير. هذا أخوي الكبير في البرنامج طبعا. راجح من المبدع اللي قدم جميع حلقات سعودي آيدل. قلبك، أنا أول شيء أحب ترندينج من الأخير، شيء ثاني جاي أقول في ترندينج مسوي لقاء مع سعودي آيدل أنتم يا حبيبي من الأخير. وحبينا نعرف السر ده من عبد العزيز، بما إنه في كل مرة كان بيفاجئنا باختياراته. عبد العزيز، الحلقة الأخيرة وش الأعمال اللي بتختارها؟ أنا كعبد العزيز ما أحب أختار أغنية سهلة، اختيار يقدر انه يبدع فيه ويقدر انه يطلع قدراته الصوتيه فيه، لانه حرام انت صوتك حلو لكن اختيارك مش حلو، هذا قالته أحلام. يعني حاط عندي كم خيار قوي، كلها قويه، وطبعا ما اخفي عليكم يعني مساعد الاول في اختيار الاغاني اخوي الفنان صالح اليامي، فدائما بعد كل حلقه اتواصل معاه واشوف اختيار الاغاني، لكن مجهز شيء قوي قوي جدا، يعني يستحق مكان الفاينل. وفرحه همس بالنتيجه في الليله دي كانت اون انذر ليفل. اول صوت نسائي سعودي يوصل الحلقه النهائيه في سعودي ايدل، ايش مشاعرك اليوم؟ خبيتها طبعا. طبعا شعور لا يوصف، وإحساس لو بقول لك عنه ما بقدر أوفيه حقه، يعني دعم الناس لنا ومحبتهم لنا اللي وصلتنا لهذا المكان، وإن شاء الله إحنا نكون قد هذا المكان اللي حطونا فيه يا رب إن شاء الله. ومدرب الصوت وديع بيرعد هو من أكبر الداعمين لها. هو صوت نسائي سعودي في المملكة العربية السعودية يوصل للفاينل، وفي يوم المرأة تحديدا. مظبوط، مثل ما قلت لك في يوم المرأة عم نحتفل حتى بوصول أول موهبة مطربة شابة في المملكة العربية. يعني
يعني هذا الشيء كتير كتير حلو. أنا كتير مبسوط إنه أمس وصلت للفاينل وبجدارة صراحة بجدارة وبتستحق. يعني صوت عظيم، شخصية مقربة من القلب جدا، متواضعة، عندها مثل ما بيقولوا هيك هاجس إنه تقدم الأفضل والأفضل والأفضل.